أنا أبيخاي أدراي ابن اليهودية، دين الله الداعي لعبادة الرب الخالق. أنا ابن اليهودية، ابني داود وسليمان. أنا ابن اليهودية الواقف علنا دفاعا عن أرضي وشعبي وقيمي. أنا ابن اليهودية الذي يحارب أبناء الشيطان والظلام والإرهاب. ومن أنتم يا دواعش حماس وداعميهم؟ أنتم من الخوارج والروافض، جعلتم الشيطان الرجيم إلها قابعا معكم في الأنفاق وفي الجحور، ومن هناك ترسلون دواعشكم لقتل الأطفال واغتصاب السافغ إلى غزة، لأن هذه قيامكم وهذا حالكم وهذه نهاياتكم، أعلنها أنا ابن اليهودية.